مساء يمكن من ساعة ونص تقريبا. نرجع مرة تانية لأخبارنا، أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت، وبنوصل لبوابة مصر اليوم اللي قالت إن رمضان صبحي المنضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، قال إن هو جاهز تماما إن هو يخوض المباريات خلال الفترة اللي جاية، وإنه كان بيتمرن بقوة خلال الفترة اللي فاتت، ولفت إن هو مستني طبعا إشارة الجهاز الفني للمشاركة في المباريات، وإنه حاسس بالشعور بالحماس الكبير جدا عشان يقدر يلعب ويساهم في انتصارات النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. وكمان قال رمضان صبحي المنافسة قوية وشريفة على مركز الجناح المهاجم في الفريق في ظل تواجد مجموعة من اللاعبين المميزين، وعن وجود الأوروغواني مارتين لاسارتي على رأس الجهاز الفني قال ذلك يمثل حافز للجميع، فقد تحدث مع الجميع عن أهمية التركيز الشديد والاجتهاد في الملعب من أجل تحقيق الانتصارات. وأكد رمضان صبحي أنه هو هيعمل كل اللي عنده، وشكل الفريق أكيد هيكون أفضل خلال الدور الثاني في مسابقة الدوري الممتاز وفي بطولة أفريقيا بعد التدعيمات اللي تمت خلال الفترة الأخيرة. وقال استفدت بشكل كبير من تواجدي في الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج لمدة موسم ونص، وسأجتهد لإفادة الفريق من خلال هذه التجربة.